بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا الباسل والشرطة الوطنية، شاركت مدارس مجموعة العميد التعليمية للبنين في المسيرة الكشفية المركزية التي أقامتها المديرية العامة لتربية محافظة كربلاء المقدسة تحت شعار جيشنا وحشدنا وشرطتنا الوطنية عز وفخر لكل عراقي غيور. تشارك المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة بكوادرها التربوية وطلبتها الأعزاء وأشغالها، تشارك الجيش العراقي والشرطة العراقية أفراحهم بهذا اليوم، يوم تأسيس الجيش العراقي وتأسيس الشرطة العراقية. كانت مشاركات المدارس حقيقة مشاركات رائعة جدا بفتيتها بأساتذتها بقادة الكشفيين، وكانت من المدارس المتميزة حقيقة مدارس العميد بفرقها الكشفية المنظمة والمرتبة بشكل رائع وجميل جدا. المسيرة الكشفية والتي شارك فيها عدد كبير من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في عموم محافظة كربلاء المقدسة تضمنت استعراضاً لكل مدرسة من هذه المدارس، وقد كانت مدارس العميد من المدارس المتميزة في هذا الاستعراض الجميل أمام الحاضرين وهم يرفعون العلم العراقي عالياً تعبيراً عن حبهم وولائهم لوطنهم وتمجيداً للتضحيات التي قدمها جيشنا وقواتنا الأمنية البطلة. بعد أن تممنا الاستعداد اللازم لأداء الوقفة الكشفية الخاصة بتهنئة القوات الأمنية البطلة بالتضحيات والعرفان، تقديم العرفان لهم على كل ما قدموه من تضحيات لهذا الوطن الجريح، وهم مستمرون. أتينا اليوم لتقديم هذا الشيء البسيط وهذا الحضور الجميل في هذا المكان بحضور الأساتذة الأفاضل. الهدف الأساسي منها تعليم التلاميذ الكشافة على حب التعاون وتقديم المساعدة في أي وقت لازم. أنا التلميذ محمد سعد محمد من مدرسة العميد صف السادس، جينا اليوم الفرقة الكشفية جيشنا الباسل وقواتنا الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا التلميذ فيصل أحمد فيصل من السادس، واليوم جينا نقدم تحية لجيشنا الباسل وإحنا فرقة كشافة العميد.